أما هنا قصب البامبو يتحول إلى قطع صغيرة للغاية بعد تفريمه من قبل هذه الآلة. وهنا هذا الحفار القوي بالأرض تابع كيف يعمل. شاهدوا كيف سيقتلع الشجرة من مكانها. تابعوا هذه الطريقة التي بها يتم سحب هذا الكونتينر بشكل غريب جدا. هذا المزارع يمكنكم أن تشاهدوا سرعته بعملية حفر الأرض حتى يقوم بإنزال الحبوب في أسفلها، وهنا بنفس الطريقة أيضا لكن مع عمال البناء السريعين هؤلاء. هذه الآلة سريعة للغاية بعملية وضع الشتلات داخل الأرض. لنتابع هنا كيف يتم تنظيف ما حول الأشجار بواسطة هذه الآلة القوية. ما رأيكم هنا بهذا الحفار القوي وكيف يقوم بدفع التربة بهذا الشكل القوي؟ لنتابع هنا عملية نقل هذه الأكياس بواسطة هذه الناقلة التي يتم تركيبها على هذه الشاحنة. لنتابع عملية الحصاد الرائعة والمميزة هذه. لنشاهد معا كيف يتم تشكيل البلاستيك عبر هذه الآلة التي تقوم بنفخه، وما إن تدخل إلى هذا المكبس يخرج لنا هذا البرميل العملاق. يتم إدخال هذا الزجاج بهذه القطع أو الأسلاك النحاسية والنفخ فيه حتى يعطينا شكلا جميلا ورائعا. هذه فكرة رائعة لتغليف حبات الذرة بسرعة. أما هنا عملية قص هذه القطع التي تكون بالخلف تكون أسهل بهذا الشكل. تقليب القفازات يكون أروع وأسرع بهذه الطريقة. لنشاهد ولنستمتع معا عملية تشكيل هذه القطعة النحاسية وبعد الطرق عليها بهذا الشكل، لنتابع كيف سيتم تحويلها إلى ملعقة للطعام. يبدو الأمر رائعا مشاهدة عملية صباغة لهذه القوارير بواسطة المياه. كما ترون أمامكم هذا المكبس القوي والذي يقوم بتعدين هذه القطع المعدنية. بإمكانكم أن تتابعوا عملية تقصي هذه المسامير الزائدة من هذا الشكل. تابعوا كيف يتم تشكيل الصابون بهذا الشكل الغريب أو هذا المكبس كما ترون. يبدو أنه بعد غسل الصحون والكؤوس تنزل بهذا الشكل عبر النواقل كما ترون. تابعوا هنا عملية لف هذه الكرة من الذرة المجروشة كما ترون. هكذا يتم قطف أوراق الشاي من أعلى الشجيرات بهذا الشكل. لنتابع هنا عملية تسوية هذه القطع من الورق وتجفيفها على الصفيح الساخن. أما هنا في هذا المصنع تابع عملية لف الأسلاك كيف تبدو منتظمة جدا. يبدو أنها عملية سريعة لحشو اللحم في العجين. أما هنا لنتابع عملية ثني هذه القطع المعدنية دفعة واحدة بهذا المكبس. لنتابع هنا كيف يتم استخراج هذه الأسماك الصغيرة العالقة في الأرض. ما رأيكم بآلة الإنتاج هذه وكيف تعمل؟ يبدو الأمر مريحا للغاية أن تشاهد عملية كشط هذا الخشب الزائد كما ترون. لنشاهد هنا عملية خراطة هذا السيخ المعدني كيف تبدو. هكذا كما ترون يتم تفريم هذا الصبار بهذه الآلة القوية. أما هنا لنتابع معا عملية استخراج البطاطا الحلوة من الأرض.
حتى يتم تمديد الصرف الصحي تابع هذه الأنابيب أو الأقواس التي يتم وضعها حتى تدخل إلى النفق. ما رأيكم بهذه الآلة الرائعة لسحب الرمال بشكل مميز؟ كيف تعمل؟ لنتابع قوة هذا المكبس والذي يعمل على ثني هذه القطعة المعدنية الملتهبة. لنتابع معا هنا عملية غزل وخياطة هذا الحزام كيف يتم. ما رأيكم هنا بهذا المكبس القوي والذي يخرج لنا هذه الأشكال التي يتم بها تغطية الأسقف؟ ما رأيكم هنا بعملية نحت هذا الخشب ليخرج لنا شكل هذا البيض؟ يمكنكم أن تشاهدوا هذه الطريقة التي بها يتم استخراج أوراق الشجيرات بسرعة كبيرة. وهنا لنتابع عملية الحصاد الرائعة لهذه الكمية الكبيرة من القمح. يبدو أنه بهذه الطريقة يتم تجفيف هذه الأوراق من المياه التي بداخلها. هذه العملية التي يتم بها حشو الدماء بالحشو من الداخل بهذا الشكل. هكذا يتم تصنيع البيل التي تجعل أي شيء يدور بسرعة. لنتابع. إنه لأمر رائع مشاهدة عملية تصنيع النوابض الصغيرة كيف تتم. يبدو خرطوما رائعا لغسل السيارات، أليس كذلك؟ لنتابع كيف يتم توزيع اللون على هذه القطعة الدائرية بهذا الشكل الرائع. هنا وبمساعدة المغناطيس الكبير هذا يتم نقل هذه الأسياخ المعدنية فوق هذه الشاحنة. أما هنا لنتابع عملية تعبئة الطلاء داخل هذا المصنع كيف تتم. وهنا هذه القطع المعدنية بعد عملية قصها يتم نقلها عبر هذه النواقل كما ترون. أما هنا لنتابع هذا المكبس القوي والذي يقوم بجمع هذه الأسلاك ولحامها بنقرة واحدة. أما هنا لنتابع عملية الرسم بواسطة الليزر على هذه القطع كما ترون. يمكنكم أن تتابعوا إزالة هذه النباتات التي تكون عالقة على هذه الجداول من المياه. بواسطة هذه الأداة تابعوا كيف تتم نقل المياه من مكان لآخر بهذا الشكل البدائي. لنشاهد هنا عملية توسيع جدول المياه هذا وتنظيفه حتى تمر المياه بسهولة منه. ما رأيكم هنا بهذا العامل الرائع والذي يصف الأكياس بحرفية عالية؟ أما هنا هذا المكبس الهيدروليكي يخرج لنا هذه القوالب التي ترونها أمامكم. هكذا يتم إدخال الرباطات داخل بناطيلنا. يتم قشط الرمال الزائدة من على الطريق بواسطة هذه الآلة برأس المجرف بشكل رائع جدا. يمكنكم أن تتابعوا عملية حصاد بذور دوار الشمس بطريقة مثالية. بهذه الطريقة يتم صناعة الكمامات القماشية. والآن نترككم مع بعض الآلات الممتازة والعمال والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه.
وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.
you.